يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات في شهر رمضان الكريم. هناكل ايه النهاردة؟ طبعا كل اللي سمعني دلوقتي عارف انها مشكلة في كل بيت، خاصة في الشهر الكريم. هنفطر ايه؟ كل واحد في الأسرة عايز يحقق أحلامه على مائدة الإفطار، وطبعا على طول لازم تلاقي كلام كتير. انا عاوز اكل لحمه، لا اعمله فراخ، لا مش عايز ده، لا خليها ده، خليها سمك النهارده. على العموم سالنا الازواج، لو اختلفت مع مراتك على اصناف الفطار مين اللي هيحدد ومين اللي كلامه هيمشي في الاخر؟ وجهه نظري انا العيال طبعا. تعالوا نشوف الاجابات في البوبس اللي جاي. في اختلاف في اصناف الفطار مع جوزك في رمضان، وفي الاخر الكلام مين اللي بيمشي؟ اكيد طبعا في اختلافات يعني، بس في الاخر طبعا انا الكلام اللي بيمشي وانا المسيطره يعني. انا اللي بطبخ وانا اللي بعمل كل حاجه عندي في البيت، بغسل وبطبخ وبكنس وبمسح، واي شيء قبل ما اطبخ اي حاجه كان بقول لها تاكلي ايه، اللي يعجبها هي بعمله مش اللي يعجبني انا، لان هو الراي والراي الاخر. لا هو اي حاجه بنلاقيها في البيت بناكلها يعني، الجوده بالموجوده. عامه هي بتسمع كلامي وبتحاول تراضيني. لا ما فيش اختلاف خالص يعني، دايما متفقين ان شاء الله باذن الله، ما بيبقاش في اختلافات كتيره. طبعا الراجل اللي كلامه هيمشي في الاخر يعني، اللي هو عايزه هو اللي هياكله، مش محدش هيفرض عليه حاجه. لا هي بتطبخ بس انا ساعات بقى ايه يعني، اخش كده احط التاتش بتاعي في الاكل. لا هي كلامها هيمشي بالاتفاق، لما اكون انا عايز حاجه اكلها بقول لها عليها وهي بتنفذها، لو هي مش عايزه تاكل منها بقول لها اعملي صنف تاني. احنا بنتفق انا وهو على موضوع الاكل، وبعد كده نقول هنعمل ايه، وبعد كده احنا بنعمل هو بيساعدني واحنا بنعمل مع بعض. مش دايما بنختلف قوي لا، بس حتى لو هو مثلا طلب حاجه وانا اعترضت بنحاول نلم الموضوع يعني، عشان انا اللي هنفذ في الاخر، فبنحاول نوفق بس ما بين الشغل والموضوع دوت يعني. والله بنرضى بكل حاجه، وش اي اكل هناكله، اي اكل هناكله، انما اختلاف لا الحمد لله ما فيش اي اختلاف، اللي بيعملوه بناكله. هو اكيد بنختلف طبعا، لان الاكل اذواق وكل واحد بيحب الاكل اللي بيحبه يكون على الفطار، بس في الغالب كلامها هي اللي بتمشي، اللي هي اللي بتخش المطبخ. انا في حاجات اساسيه، انا نوبي، في حاجه اساسيه لازم يعني تتعمل ليا في البلح والابريه، مشروب ده اساسي من النوبيين. احب ياكل ياكل، ما ياكلش براحته، بيروح ياكل عندهم. رمضان في مصر يعني الحسين، يعني الأزهر، شارع المعز. طبعا ما ينفعش يعدي رمضان من غير منظور الأماكن الإسلامية التاريخية، أقل ما يقال عليها أنها ساحرة، موجود كتير منها عندنا وأغلبنا يعني ما بيعرفش حاجة عنها غير الأماكن المشهورة. ولأن رمضان طبعا كلنا بنبقى محتارين نخرج ونروح فين بالليل نتفسح، مش بقى كله بقى يعني نروح كافيهات وبتاع نقابل أصحابنا وكافيهات، ولكن الأماكن دي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة كلها روحانيات وكلها طاقة إيجابية كبيرة جدا. وبمجرد أنك تخرج تتمشى كده في شوارع المحروسة التاريخية بتحس واو، راحة نفسية رائعة. النهاردة هنقول لحضراتكم تروحوا فين، تتفسحوا فين، تقضوا ليالي رمضان فين، وهيساعدنا في ده دكتور محمد مصطفى المرشد السياحي والمتخصص في الحضارة الإسلامية. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ تمام الحمد لله. طيب النهاردة عايزين نتكلم ونقول للناس إيه الأماكن الساحرة اللي ممكن إحنا بقى نبدأ ونروحها في رمضان، وإحنا كده من أوائل أيام رمضان عايزين نحط لستة بالأماكن اللي نروحها ونستمتع فيها، ومش بس الأماكن اللي هي إيه كلنا عارفينها ومشهورة قوي. في أماكن مظلومة في مصر يا دكتور؟ هو إحنا بس في البداية إحنا في مصر غير أي مكان في العالم. المصري بطبيعته من أول الحضارات في مصر وهو عنده الفطرة الدينية أو عنده الحس الديني عالي قوي. فعلشان كده الاحتفالات بالمناسبات الدينية في مصر غير أي مكان في العالم. صح. وإحنا كمان عندنا حاجات كتير جدا في الموروث، هو الاحتفالات والمناسبات، وإحنا لازم نخرج في كل وقت ده من أول حضارة إنسان نزلت خاطر مرورا بالحضارة المصرية اللي إحنا دايما بنفتخر بيها.
بعد كده للحضارة الإسلامية مع طبعا قدوم الإسلام مصر سنة 641 ميلاديا 21 هجريا، وأول بناء أو أول جامع في مصر وفي أفريقيا اللي هو جامع عمرو بن العاص. عمرو بن العاص طبعا. من هنا بدأ بقى فكرة إن العادات المصريين وتقاليدهم لن تنقطع. صح. ومع احتفالات رمضان وفكرة ان استطلاع هلال رمضان، وكان قاضي القضاء بيخرج وبيخرج معاه السلطان او الامراء ويطلعوا على سفح جبل المقطم علشان يستطلعوا هلال الرؤية، ودكة قاضي القضاء حتى الان المكان في المقطم. وبعد كده طبعا بدأ ان هم يشوفوه في مرصد حلوان وفي اماكن كتير جدا. وزي ما قلت حضرتك بقى المصريين هنا هنيجي بقى للاحتفالات والمناسبات والاكل والشرب. لما جاء احمد بن طولون وبنى المدينة بتاعته وكان بيعمل اكبر جامع في مصر اللي هو جامع احمد بن طولون، فكان بيبنيه في رمضان. كان العمال بيخلصوا وقت متأخر، فبدأ يعمل فكرة موائد رمضان. وبدأ من هنا أحمد بن طولون يعمل أول مائدة لرمضان للشعب في جامع عمرو بن العاص. الله، يعني دي ليها تاريخ. طبعًا. يعني الموائد اللي عندنا، احنا مش بنتكلم بس على موائد الرحمن، احنا بنتكلم على التجمعات الرمضانية في ثوبها المصري. ما هو التجمعات كانت موجودة بس بالنسبة لعلية الشعب. فأحمد بن طولون جو عملها للشعب نفسه. عملها بقى للشعب وقال للناس ان انا بحسكوا ان انتوا تبقوا متواجدين مع الشعب. ومن هنا بدأ فكرة موائد رمضان. ولما طبعا بعد أحمد بن طولون جم الفاطميين، ومن هنا بقى الاحتفالات كلها هتبتدي ان هي تتغير. الفانوس كان موجود في مصر، لكن المعز لدين الله الفاطمية لما جه مصر جه ليلا، فالصبية خرجوا طلعوا بالفوانيس فبدأ من هنا جاء الحاكم بأمر الله هو اللي أمر أن الفانوس يكون مستمر. يعني هو بدأ مع المعز لدين الله الفاطمية، لكن الحاكم هو اللي أمر بده، وبدأ من هنا بقى فكرة الفانوس. وإحنا الفانوس المصري غير أي فانوس في العالم. صح. الفانوس اللي مصنوع من الزجاج ومن الصاج ده مش موجود غير في مصر. عندنا في الخلفيات بتاعتنا عندنا الفانوس اللي معانا في ست الستات هو الفانوس المصري. على فكرة الفانوس المصري حاليا بقى هو الموضة. وموضة في العالم كله. يعني دايما الفانوس المصري له طابع غير اي فانوس. حتى لما يعني حتى الفانوس من اول انشائه اللي هو بالشمع لسه موجود لحد دلوقتي طبعا. واحنا عندنا طبعا مكانين مهمين جدا، ويمكن الناس بتروح الاماكن دي دلوقتي عشان تحس برمضان. بركة الفيل في السيدة زينب. وشارع تحت الرابع في خارج اسوار القاهره الفاطميه اللي هو ومنطقه الخياميه. دايما قبل رمضان تحس ان الاجواء ومصر كلها موجوده، غير مصر كمان بعض الناس بتيجي من دول كتير جدا. صح. تحس بالاماكن تحتفل برمضان في مصر. ومن هنا بقى يعني فكره ان الفاطميين لما جم مصر طبعا فجم بالمذهب الشيعي وما كانوش قادرين يتقربوا للمصريين. المصري من اول دخول الاسكندر الاكبر المقدوني مصر لحد دلوقتي بيضحك عليه بحاجتين، يا دين يا صح. اكل. فالفاطميين لما حتى نابليون يعني لما جه برضه ساعه الحمله الفرنسيه الدين والاكل. فطبعا الفاطميين جم بالمذهب الشيعي وهم اللي كانوا بعقلنا حلاوه. بدا فكره بقى الاحتفالات والصواني، وبدا ان كان الخليفه بيفتحوا القاهره الفاطميه كانت مغلقه على الفاطميين بس. صح. كان يفتحوها للموائد، وكانوا بيحطوا قطع من الذهب داخل الصواني اللي يلاقيها اللي يلاقي بقى هو كل واحد وحظه بقى القطعه اللي خدها من الحلويات. إيه ده؟ يعني المسابقات الرمضانيه المصريه بتاعت برامجنا، حتى احنا طول عمرنا عندنا برامج مسابقات. دي ليها اساس في الدوله الفاطميه. في الدوله الفاطميه كانوا يحطوا الذهب وسط الاكل واللي يلاقيه يبقى كسبه. وسط بقى قطع الحلويات اللي كانت بتتعمل، لان كان بيعمل صواني كبيره جدا. وكانت الناس طبعا بتحتفل، حتى كمان ان الخليفه كان بيخرج في العيد لرحبة العيد وصلاة العيد، وكان بيدعو كل الناس. وكمان الفاطميين في فترة الفانوس برضو كان الخليفة يطلع يستطلع الهلال، وكان ياخد الصبية بالفوانيس ينوروا له الطريق، لأن طبعا كانت منطقة العباسية كان هو هنا بقى اختلف من المقطم للعباسية. فكان الخليفة بيخرج لصحراء الريدانية اللي هي صحراء العباسية عشان يستطلع منها الهلال رمضان. والاحتفالات في رمضان زي ما حضرتك قلتي في البداية هي أماكن، احنا عندنا أماكن كتير. أماكن كتير جدا، وكل مكان له طبيعته وكل مكان له الخصائص بتاعته.
واحنا كشعب كل واحد له مكان بيحبه. صح. غير بس برضو دكتور محمد يعني هو في اثار اسلاميه موجوده، لكن احنا بالنسبه لنا في رمضان نخرج نروح الازهر، الحسين، شارع المعز، خرجني بره دول، وهم ايقونه طبعا يعني. لكن خرجني شويه بره دول، ويا جماله بقى لو خرجتني بره القاهره كلها. هل مصر كلها في ربوعها ومحافظاتها فيها اماكن يعني بيتفرج علينا اللي في غير القاهره يروحوا فين هم كمان المحافظات المختلفه؟ قلتي احنا عندنا جامع عمرو بن العاص، وعندنا جامع احمد بن طولون. عندنا دلوقتي شارع يضاهي شارع المعز اسمه شارع الاشراف. ده في المنطقه اللي بتبتدي من السيده نفيسه حتى احمد بن طولون. اوكي. الشارع ده طبعا فيه السيده نفيسه والسيده رقيه وعلي زين العابدين، ويعني حد مهم جدا ابن سيرين. ده مفسر الاحلام، الاحلام الشهير. المقبره بتاعته موجوده في الجزء ده، ويعني الشارع ده مليء بعدد كبير جدا من المساجد، وهو دلوقتي مفتوح للزياره، ومكان يعني فيه الروحانيات غير الاماكن. لما نروح عند السيده زينب طبعا زي ما احنا قلنا في حي السيده زينب، والحي الشعبي بحياته بجماله بكل شيء. زي ما احنا قلنا طبعا الحس الديني عندنا، فكل آل البيت لما جم مصر انتشروا في اماكن كتير جدا. يعني احنا طبعا عندنا في بني سويف، عندنا طبعا اثر مهم جدا او مسجد مهم لبنت الامام سيدنا الحسين موجود في بني سويف. ويمكن الناس بتروح للمكان ده، وناس كتير جدا ما تعرفوش. صح، انا اول مره اسمع عن موجود في بني سويف. وكمان احنا عندنا كمان لما هنروح بقى المنيا، احنا عندنا في المنيا الصحابه الفتح الاسلامي ما لقوش صعوبات كتير غير في الصعيد من الاضطهاد الروماني. فعندنا في البهنسه عدد كبير جدا من الصحابه موجودين في مدينة البهنسة. وعندي طبعا احنا قلنا الامام الفولي طبعا، او هي المنيا اتسمت منية الفولي لسيدي احمد الفولي. ده كان احد الصوفيين اللي جه مصر وعاش في مدينة المنيا، فعشان كده اتقال عليها طبعا منية الفولي. منية الفولي. لما نروح طبعا في انا وسيدي عبد الرحيم القناوي والتصوف والمدينة الجميلة، لما نروح طبعا لسيدي ابو الحجاج الاقصري. ده المقبرة كمان هناك مزار، يعني هي في المعبد الأقصر، جوه معبد الأقصر، جزء من معبد الأقصر. ما احنا قلنا الحضارات في مصر، احنا قلنا ان المصري بعض. هي طبيعه مصر. هو موروث في الشعب المصري. هو لما الراجل جه يبني مسجده فما كانش يعرف، لان المعبد كان مغطى كله بفيضان النيل طبعا الطمي، فهو بنى المعبد وفي اعمده موجوده. حضرتك دلوقتي بعد الترميمات اللي حصلت، لما تخش المعبد وتشوف الرسومات تم تجديدها وبحالتها الطبيعيه، هي دي مصر. صح. هي دي مصر اللي ما فيش فرق ما بين الحضارات وما بين الاديان. صح. يعني دي مصر كلها. طبعا لما نروح طنطا والسيد البدوي، ولما نروح كفر الشيخ وسيدي ابراهيم الدسوقي، لما نروح اسكندريه طبعا ومجمع المساجد ما بين الامام في اسكندريه المرسي ابو العباس طبعا، وصاحب قصيده البرده. يمكن ناس كتير جدا ما تعرفوش يعني الامام البصيري. لا ازاي، الناس في اسكندريه طبعا بيقولوا عليه الاباصيري. لكن هو البصيري. صح. وطبعا عندنا كمان هناك في نفس المنطقه سيدي ياقوت العشر. هذا الرجل الصوفي ان كان يعني المتصوفين يقول ان هو كان يسمع الاذان في السماء فيردته في الارض. يعني كل شبر في مصر. صحيح. طيب اكيد حضرتك دكتور محمد كمرشد سياحي، انت بتشوف اقبال على زياره الاثار الاسلاميه، هل في نفس الشغف زي ما الناس بيزوروا الاثار الفرعونيه وكده، ولا مهضوم حقها شويه؟ هو لسه حديثا. بدايه بدا طبعا احنا عندنا اكبر 3 مواقع للاثار الاسلاميه في العالم. شارع المعز طبعا، ده اكبر متحف مفتوح للاثار الاسلاميه. مدينه رشيد في البحيره. مدينه فوه في كفر الشيخ. ده غير طبعا ان احنا عندنا
مجمع الأديان في أكتر من مكان، مش في مكان واحد. صح. عندنا طبعا مجمع الأديان اللي الناس كلها عارفاه في مصر القديمة، اللي فيه المعبد وفيه الكنائس وفيه جامع عمرو بن العاص. عندنا كمان يعني عندنا شارع كمان، شارع الصليبة. شارع ده شارع مهم جدا، ما خدش حقه في الإعلام. الإعلام. كلمني عنه، هو ده في ايه؟ شارع الصليبة. شارع الصليبة فيه طبعا هو بيبتدي من السلطان حسن حتى احمد بن طولون او شارع مراسين. اوكي. في يعني في سبيل ام عباس. ام عباس حلم ده مشهور. ده مشهور واتعمل فيه برامج كتير والناس نزلته. شيخوه ابلي وشيخوه بحري. سبيل السلطان الاشرف قايد باي. قصر الامير طاز. المولوية المصرية. بتجدد كمان، بس تجدد من ايه؟ من 15 سنة. وبيتعمل فيه احتفاليات، وزارة الثقافة. هنروح بقى للاحتفالات في رمضان. أيوة، عايزين في الأماكن الاحتفالات الأثرية في مصر، يمكن ده منتشر في أماكن كتير جدا. طبعا وزارة الثقافة بتعمل حاجة مهمة جدا اللي هي ليالي رمضان، ما بين كل الأماكن الأثرية في مصر، على سور القاهرة الشمالي اللي هو سور القاهرة الفاطمية، في وكالة الغوري. وكالة الغوري على طول فيها احتفالات. هو فيها احتفالات ثابتة. طول السبت فيها احتفالات ثابتة. طبعا فرقة التنورة المصرية دي فرقة مهمة جدا، بتلف لفة العالم كله، ويمكن من أهم الفرق اللي موجودة في مصر، والعالم كله عرف مصر من خلال الفرقة دي. صح. ده كفاية حتى في الفنادق رقصة التنورة واستعراضات التنورة بتبقى من أهم الاستعراضات. ما احنا احنا غيرنا فكرة، ما احنا هنا بقى الفن المصري. يعني هو أصلا التنورة ما كانتش في البداية فكرة المولوية أو فكرة يعني اللي هو اللي بيلف جلال الدين الرومي. لما عمل فكرة المولوية وجت مصر، المصري طورها بقى وبدأ إن هو يغير فكرة المولوي اللي هو بيلف للتنورة، وإن هو يطورها بقى ويعمل فيها حاجات حديثة. ما هو المصري طول عمره مبدع في كل الفنون. صحيح. زي ما احنا قلنا قصر الامير طاز، بيت السناري. في دول بقى دكتور محمد، دول بيتعمل فيهم بمناسبه رمضان الايام دي، بيتعمل فيهم احتفاليات واحياء ليالي رمضان وحاجات زي كده. الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ممكن ان هم يروحوا الاماكن دي يلاقوا في نشاطات هيلاقوا ثقافيه نشاطات كتير جدا مختلفه، وكل مكان فيه حاجات مختلفه عن الاخر. يعني جميل. هيلاقوا كل جميع انواع الفنون الشعبيه المصريه من كل محافظات مصر موجوده في الأماكن دي. هيلاقوا بعض الفنون المختلفة بالنسبة للفنون الثقافية أو الفنون الشعبية المصرية، لأن في فن غير الفن الشعبي. يعني في المزج ما بين التراث المصري ده بيتقدم في الأماكن دي. ده غير طبعا أن الفرق الأشخاص بقى اللي هم الفرادة في الفنون الشعبية والفرق الحديثة دي كلها بتكون موجودة في الأماكن ده من خلال وزارة الثقافة للاحتفالات رمضان. ما احنا قلنا احنا غير، احنا غير فعلا. احنا صحيح. غير في الحاجات دي كلها. احنا كمان الأماكن دي خروجات بقى، يعني فكرة طبعا احنا قلنا عايزين خروجات رمضان. يعني بقى خروجات رمضان في شوارع المحروسة. يعني احنا قلنا كمان ما اتكلمناش عن المدفع. مدفع رمضان. مدفع رمضان في طبعا. يعني هو يعني احنا عندنا روايتين للمدفع. فكرة ان المدفع جاء مع خوش قدم، ده كان احد سلاطين دولة المماليك. اسمه خوش قدم. خوش قدم. يقال ان احد مش مشهور ليه ده معاه اشهر حاجة المدفع رمضان. حكم 7 سنوات. عشان كده. يعني بيقال ان احد الفرنسيين اداله المدفع هدية وكان بيجربه، فالناس كلها خرجت تبص ايه اللي حصل، فبدأ من هنا. وفي الرواية يمكن الأشهر أو الأكثر الناس كلها عارفينها، اللي هو مدفع الحاجة فاطمة اللي موجود لحد دلوقتي في رمضان. الحاجة فاطمة دي بنت الخديوي إسماعيل اللي أنشأت جامعة القاهرة. أوكي. وهي كانت ست خيرة جدا، فكانوا بيقال ان في القلعه بيتم يعني تنظيف احد المدافع في وقت الفطار، فالشعب كله خرج، فهي طلبت من ابوها الخديوي اسماعيل ان يستمر هذه العاده حتى الان. والمدفع اللي موجود في القلعه يعني بيتقال عليه مدفع الحاجه فاطمه نسبه لغايه دلوقتي. فالعادات والتقاليد المصريه زي ما احنا قلنا الاحتفالات
هنا احتفاليه المدفع جت من مصر بدات الناس كلها تاخدها صحيح. قلنا على الموائد والناس كلها بتخرج ودي عاده مش موجوده غير في مصر، والناس دلوقتي في مصر بتتنافس عن مين يعمل اكبر مائده رحمه. صحيح ماشي. دي يعني كلها سمات مصريه واحتفالات مصريه زي ما قلنا لحضراتكم كده في البدايه. رمضان في مصر غير، ورمضان في مصر له طعم مختلف من زمان جدا جدا، من ايام الفتح الاسلامي ولغايه النهارده واحنا في الجيل ده بنعيش على الاثار الاسلاميه اللي اتثابت وعايشه معانا لغايه دلوقتي. يلا نخرج، يلا ننطلق في رمضان ونروح نزور كل الاماكن اللي دكتور محمد قال لنا عليها. بوجه جزيل الشكر لضيفي النهارده الدكتور محمد مصطفى المرشد السياحي والمتخصص في الحضاره الإسلامية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل سنة حضرتك طيب. وأكيد بشكر مع حضراتكم دكتور محمد مصطفى المرشد السياحي وخبير الآثار الإسلامية على كل المعلومات اللي ادها لنا النهاردة، وبشكر حضراتكم أنكم تابعتونا. أشوفكم الحلقة الجاية من ست الستات في شهر رمضان الكريم يا رب على كل خير. باي.